اهلا، مرحبا بكم في وصفه طبيعيه جديده. الوصفه تاع اليوم هي ماسك بالنيله الزرقاء ليوالم كامل انواع البشره. واش فيه هذا الماسك؟ فيه نيله زرقاء حره، تكون هكذا اللون تاعها هكذا غامق حجره، وتدرسوها في المهرس باش تولي بودره. جبت لكم نوعيه اخرى تلقاوها في الاسواق، هكذا نيله تلقاوها كولور تاعها كلير. هذه ماشي نوعيه مليحه، دو بريفيرونس ما تستعملوهاش باسكو تخلي لكم دي ماركاسيون في لابو تاعكم، واعره باش تتنحى. نعاودو نقولوا الوصفه تاعنا واش فيها. فيها ياغورت طبيعي، ياغورت ناتور، فيها نيله زرقاء، وفيها اليوفيرا. اليوفيرا ماذا بكم تكون عندكم من بلونت في الدار، تهلاو فيها وسقوها، وكي تسحقوها لاي وصفه تستخرجوا منها داك الجل. نبداو الوصفه تاعنا، ناخذو مغرفه كبيره تاع ياغورت ناتور، مغرفة صغيرة، نيلة زرقاء، والجل تاعنا اللي استخرجناه تاع اليوفيرا، واحد المغرفة صغيرة هكذاك. نخلطو كامل الخليط ديالنا، فوالا نابليكيوه كامل على الرقبة تاعنا وعلى الوجه، على بشرة نقية بيان سور، باش ما تكونش كاينة اون ديماركاسيون، خاطش هاد لو ماسك يبيض ويمد نضارة. لازم نطبقوا الرقبه والوجه اون ميم طون باش ما تكونش كاينه اون ديماركاسيون. نابليكيوه كامل في وجهنا، نخلوه 20 دقيقه ونشلوه بما دافي، وندوزو عليه ان غلاسون باش نعاودو نغلقوا المسامات. الى هنا تنتهي الوصفه تاعنا. الى وصفه مقبله ان شاء الله. سلام.